الجمع الكريم. وليكن الآن وبعد أن تم إغلاق باب الترشيحات أكيد 100% سنبدأ بتلاوة بياناتكم الانتخابية لكي نتعرف إلى وجهة نظركم فيما سيأتي من أمور. وخير ما نبدأ به هذا العرس الديمقراطي هو قراءة لبيان السلطان القديم شهريار ابن جلنار معلمي وتاج راسي فليتفضل مشكورا. أعزائي المرشحين، أعزائي المرشحات، أصدقائي المنتخبين وصديقاتي المنتخبات، أهلا بكم. أولا، محاربة الإرهاب والغوص إن اضطرنا الأمر في أعماق البحار للبحث عن إرهابي يفكر في تفكيك صفو لحمتنا الوطنية. أما المرأة فستكون بوصفها رمز الخصوبة والعطاء والحب وأسوة بزعيمة الكونغرس مثلا، سيكون لها ما ينبغي أن يكون من مشاركة وفاعلية. وفي البدء كانت المرأة. ثالثا، ولنفتح أبوابنا على مصراعيها ولنكن نحن في اتجاه والمعارضة في الاتجاه الآخر، وليكن شعارنا التعددية الحزبية خير لتجسيد الديمقراطية، كما سيكون برنامجنا للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي مدرجا في خطتنا. نعم، حرصا منا على الإنسان، وما الإنسان إلا إنسان، كما سيكون برنامج مكافحة البطالة الذي سيكون من أولوياتنا، ليبقى أبناء الوطن هم حماة الوطن، أحباب الوطن، وهم أيضا عمال الوطن. أشكر إصغاءكم لي وتحليكم بالصبر، وهذه فرصة سعيدة جدا لي أن أقدم بياني الشامل والكامل والوافي والشافي. أما الآن أترك لكم فرصة تقديم بياناتكم لمن يحب. ما حدا بيحب؟ لا حدا يخاف يا جماعة، هي ديمقراطية. ديمقراطية ما فيها عيب. شو ما حدا في عنده بيان جاهز؟ وين المسؤولية؟ إذا كتابة بيان ما عم تقدروا تتحملوا مسؤوليته، كيف بدكم تتحملوا مسؤولية وطن؟ في الحقيقة أنا يعني يقولي أنا كنت محضر شيء، بس يعني الشيء اللي أنت قلته تعدد بالحزب، نسيت. وأنا كمان وأنا كمان كنت محضر شيء مثل اللي يعني أنا اللي كاتبه حضرتك ذكرته. وأنا كمان، أنت قلت نفس اللي بدي أقوله أنا. ما معقول يا مولاي قديش بيانك دقيق ومختزل وواضح، يعني جامع لكل شيء. طبعا طبعا طبعا، يعني المعلم عودنا دائما على رؤيته الثاقبة وعلى نظرته الشاملة للأمور، وخلانا نستفيد من هاي التجربة الديمقراطية، خلانا نتعلم نسمع لبعضنا، وخلانا نعرف كيف بدنا ننتخب بعضنا. خلونا نسمع مع بعض سقف كبير. Thank you.
والآن المرحلة الحاسمة في هذا العرس الديمقراطي مرحلة فرز الأصوات ومعرفة من سيكون سلطانا جديدا في عهد جديد هو عهد الديمقراطية. تفضل تفضل أحبتي، أريد أن أسألكم أولا، قبل أن ينقضي عهدي وولايتي لأسجل للتاريخ شهادة منكم، أسألكم هل عرفتم سلطانا غيري أعدل مني في مواضع العدل وأظلم مني في مواضع الظلم؟ بل إننا يا مولاي لم نعرف سلطانا غيرك بغض النظر عن الصفات والمواصفات. فلنبدأ إذن بفرز الأصوات. زمرد هي أنا وهذا صوتي. لا 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 السندباد هذا صوتي، أعطيته لمن يستحقه، نفسي. قمر الزمان هي أنا أعطيت صوتي لحبيبي. الله لا يعطيك عافية. شمس النهار هذا أنا، أعطيت صوتي لحبيبتي. شهريار ابن جلنار. مسرور الجلاد، من أجدر مني أعطيه صوتي وأمنحه ثقتي؟ قوت القلوب. أنا انتخبت حالي. حسنا، والآن تنتهي الانتخابات، إذن يكون لكل واحد منكم صوت واحد، كل مرشح ومرشحة صوت واحد، وبهذا يعني ما بيكون في حدا لا فاز ولا سقط. هذا مأزق حقيقي، مأزق ديمقراطي لم يواجهه أحد غيرنا من أمم العالم. والآن ماذا نفعل يا مولاي؟ هل نعيد الانتخابات؟ ألم تصوتي يا جارية؟ بلى يا مولاي، أصلا أنا أول وحدة زتيت الورقة بكعب الصندوق، بس هذا الحاجب تبعك ما بيشوف. أين هي؟ ما بعرف، يعني لازم نلاقيها، لأنه إذا لقيناها ابحث عنها. يعني مزغرتيها كتير. اقرأها. لقد أعطت صوتها هذه الجارية بدر البدور، أعطت صوتها للسلطانة شهرزاد. ولكن شهرزاد غير مرشح. شو بيعرفني؟ لقيت الأنسب لهذا المنصب. ولكن كيف؟ لماذا؟ لأنها يا مولاي هي الوحيدة لما عرفت أنه إصبع انجرح وصار في واو، هرعت إلى المطبخ وساعدتني بتقشير البصل والبطاطا، وبدل ما كافية يعني أمنت بوحدة قامت نسيت صينية البطاطا بالفرن واحترقت، فانحرمت مولاتي من الغداء وحسيت تعذيب الضمير. قلت شلون بدي كافية؟ رشحت لها صوتي. ولكن قلت لك إن شهرزاد غير مرشحة يا بدر البدور. شو بيعرفني أنا يا مولاي؟ بس هي اللي ساعدتني.